بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوان هذا الهدهد طير الهدهد أمس لزمته بمكان العمل مالتنا، فصار الحكي عليه هواي. قالوا هذا الهدهد ذي عظم، إذا تاخذه من عنده يصير عندك جاه ووجه أمام الناس أمام المسؤولين. بس أنا يعني أصحاب الخبرة يقولون هذا الطير لازم تلقاه ميت، سواء كان بعارض بالجو أو مثلا كبر سنن تلقاه ميت. هذا يقدرون يعني أصحاب الخبرة يطلعون منه هذا العظم اللي يحكون عليه. بس أنا لزمته هذا حي، هواي من الأصدقاء يقولون هذا لازم تحبسه بقفص إلى أن هو يموت من بحده، وأنت تقدر يعني توديه لأصحاب الخبرة ينطونك هذا العظم من عنده. زين إذا أخليه بقفص، هذا الطير عايش على الديدان مات الأرض، يعني مات الماي اللي عراق عشط بالصحراء. لأن إذا خليته بقفص ما تخليه له ما راح يأكل، يعني معناته راح يتعذب 3 أيام 4 على ما هو ينتحر ويموت من وحده. زين هسه أنا يعني هسه قلت لهم يعني هذا الطير هذا المسكين يعني أتاني 3 أيام يتعذب ويتمرمر على أنه بعدين آخذ لي من عنده عظم يسوي عندي جاه ووجه أمام الناس. زين أنا أقول لهم ليش ما تكونون بمصداقية مع رب العالمين وتطيعون الله سبحانه وتعالى طاعة حقيقية، حتى الله سبحانه وتعالى يخلي بيكم صفة أمام الناس تحترمكم وتقدركم ويصير عندكم جاه ووجه. ليش يعني على حساب هذا المسكين أنه تردون تعذبوه وتموتوه على مود عظمة تسوي عندك جاه ووجه؟ فأنا هذا الطير راح أقول له ما دام إحنا أحرار فهو راح يعيش حر. الله ومحمد على وياك.